السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. يعني أن أحدهم يعرف قصره في الجنة أكثر من معرفته لبيته في الدنيا. قول عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار. إذا نجى المؤمنون من الصراط وهم يمرون عليه بحسب أعمالهم يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. قال القرطبي رحمه الله: هؤلاء هم المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ منهم جميع حسناتهم انتهى، وإلا لو استنفذ هذا القصاص جميع حسناتهم لم تكن لهم حسنات يدخلون بها الجنة. قال ابن حجر رحمه الله: لعل أصحاب الأعراف منهم. أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. ويخرج من هذا الحديث من يدخل الجنة بغير حساب ومن أوبقه عمله. قوله عليه الصلاة والسلام: يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة جسر مقوس يبنى فوق النهر يعبر عليه. فإن قال قائل: ما هذه القنطرة وكيف يكون القصاص فيها وكذلك الصراط؟ فيقال: الله أعلم بكيفية ذلك، هذه أمور غيبية تحصل في الآخرة نحن نؤمن بها، لكن التفاصيل لا نعلمها إلا ما ورد في الكتاب والسنة. قال ابن كثير رحمه الله: القنطرة تكون بعد مجاوزة النار، وتكون منصوبة على هول الله يعلمه ونحن لا نعلمه. قال ابن حجر: وقد اختلف أهل العلم هل هذه القنطرة هي طرف على جسر متن جهنم أم هي جسر مستقل. ورجح القرطبي أنها جسر مستقل انتهى. قوله عليه الصلاة والسلام: فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا القصاص الذي في القنطرة غير القصاص الذي يكون في عرصات يوم القيامة، لأن القصاص في القنطرة أخص لإزالة ما في القلوب من الغل والحقد والحسد حتى تحصل تنقية ما في القلوب، كما في الآية الكريمة: ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفس الخبيثة لا تدخل الجنة. وهذا غير ممكن، بل هذا موجب للفساد. فهذه النفس الخبيثة لا بد أن تطهر وتنقى. فالمؤمنون لا يدخلون الجنة وعليهم ذنوب حتى ينقوا من هذه الذنوب، كما ينقى الذهب المغشوش، لأنه قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هدبوا ونقوا. فكيف بمن ليس له حسنات أصلاً
كيف يدخل الجنة انتهى كلامه. إذا انتهى المؤمنون من القنطرة توجهوا إلى قصورهم في الجنة فرحين بما عد الله عز وجل لهم من الكرامة والنعيم، وأحدهم يعرف قصره في الجنة أكثر من معرفته لمنزله في الدنيا. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الحديث الشريف السابق، أولاً عدل الله تعالى التام، فلا يدخل أحد الجنة وله مظلمة عند أخيه حتى يقتص منه، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، غرلا يعني غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم. قالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله مظلمة عند أحد من أهل النار، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله مظلمة عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ذلك وإنما نأتي بهما، ليس معنا شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي الحسنات والسيئات، فيقتص من بعض لبعض حتى اللطمة. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون يقتص لها من الشاة التي نطحتها ولها قرون، فحتى الحيوانات يقتص من بعضها لبعض. ثانياً، من فوائد الحديث أنه ينبغي للمؤمن، بل يجب على المؤمن، أن يتحلل من مظالم الآخرين قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة عند أخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه. ثالثا، من فوائد الحديث أن النفس الخبيثة لا تدخل الجنة، وإنما تدخل الجنة النفس الطيبة. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. رابعا، أن من لوازم نعيم الجنة ذهاب ما في القلوب من الغل والحقد والحسد حتى تحصل السعادة وتكتمل اللذة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.